وزي ما تعودنا خلال الأيام اللي فاتت بنفتح نافذة على الصحافة العالمية. النهاردة النافذة على الصحافة الإسرائيلية، كيف تناولت بشكل كبير اتفاق الهدنة اللي هو الخبر الرئيسي ووقف إطلاق النار لمدة 4 أيام. الحقيقة الصحافة الإسرائيلية أفردت مساحات من التقارير ومقالات الرأي التحليلية للهدنة وكيفية تنفيذها. خلينا نتعرف على تفاصيل اللي تناولته الصحافة الإسرائيلية من ضيفنا الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس. صباح الخير عليك دكتور. صباح النور أستاذة منى، صباح النور أستاذ محمد، نهاركم جميل وإن شاء الله نهار الفلسطينيين كل هدنة وإيقاف لعجلة القتال بإذن الله. إن شاء الله. خلينا نبتدي على طول بصحيفة يديعوت أحرنوت، منشات تحت عنوان بقلوب وجلة، المنشات على خلفية صورة للأسرى الإسرائيليين، وسؤال كيف تتناول إسرائيل نجاح الوساطة المصرية؟ في الواقع يعني بالطبع الوساطة المصرية وفقا لما نقرأه في الصحافة الإسرائيلية لعبت دورا كبيرا في إنجاز هذا الاتفاق، لا سيما أن زي ما حضرتك قلتي منشدت يديعوت أحرنوت بقلوب وجلة حالة من الترقب في الشارع الإسرائيلي لإتمام الاتفاق وعودة الأسرى. بالأمس حصل تأجيل في الصفقة جعل الإسرائيليين يقفون على أطراف أصابعهم، لأن التأجيل كاد أن يؤدي إلى نسف الصفقة بالكامل، ولولا الوساطة المصرية ما تم مثل هذا الاتفاق، حتى أن الإسرائيليين يتحدثون أن المقاومة الفلسطينية لم ترسل قائمة الأسرى الإسرائيليين 10 المبشرين بالإفراج عنهم كدفعة أولى، وبالتالي بدأ الإسرائيليون يشعرون بالقلق الشديد من أن حركة حماس لا تنوي إتمام هذا الاتفاق. الأمر الثاني أن المقاومة الفلسطينية ربما ثقة في الدور المصري وأمانة الدور المصري صممت على أن يخرج المحتجزين الإسرائيليين عبر سيارات الإسعاف المصرية، فكان هذا المطلب أحد أسرار التأجيل بالأمس، ورفضت المقاومة الفلسطينية بالكلية أن يخرج المحتجزين الإسرائيليين عبر سيارات الصليب الأحمر الدولي، خوفا من أن الإسرائيليين قد يراقبون مثل هذه السيارات ويعرفون أماكن اختفاء بقية أو احتجاز بقية المختطفين ويعرفون معلومات عن حركة حماس وعناصرها الميدانيين. أيضا كان الموقف المصري داعما بالأمس لبناء جسور الثقة لإتمام الاتفاق الذي يقضي بدخول المساعدات الطبية والمساعدات الإنسانية ويقضي بإتاحة التنقل من الشمال إلى الجنوب عبر محور صلاح الدين، ونأمل كمان أنه يقضي بإيقاف القتال تماما والقصف لمدة 4 أيام، وكل هذا في صالح المدنيين في غزة ولصالح الشعب في غزة. فكان الدور المصري دورا مهما وحاسما في هذه المسألة، كما كان مهما وحاسما في صالح القضية الفلسطينية منذ عام 48 وحتى هذه اللحظة. طب دكتور عبود، يعني في الصفحة الأولى من يديعوت أحرنوت مقال مهم جدا للأديب الإسرائيلي إدغار كيريت تحت عنوان كلنا مختطفون لدى حكومة فاشلة، عنوان ليه دلالة مهمة جدا. كلمنا عن تفاصيل هذا المقال، وهل بالفعل يحمل الإسرائيليون بشكل مباشر نتنياهو وحكومته مسؤولية الفشل اللي وصلوا إليه؟ هذه هي المرة الأولى التي يثق الإسرائيليون في دول الجوار وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يثقون في الوسيط المصري ويثقون في الطرف الأمريكي أكثر من ثقتهم في حكومتهم الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو. فنكتشف أن مقال إدغار كيريت، وهو واحد من أهم الأدباء في إسرائيل، الأديب الأكثر مبيعا في إسرائيل الذي ترجم لأكثر من 40 لغة ويعتبرونه أحد أهم الأدباء والشخصيات العامة في إسرائيل، يكتب مقال كما قلت أستاذ محمد بعنوان كلنا مختطفون عند هذه الحكومة الفاشلة، ويتهم حكومة بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن اختطاف الأسرى الإسرائيليين وبالمسؤولية عن تأجيج الصراع مع المقاومة الفلسطينية ومع الفلسطينيين بشكل عام، وبالمسؤولية عن عزل إسرائيل عن المحيط، وبالمسؤولية الأكبر عن
الوصول إلى هذا الفشل الذريع في إعادة المختطفين من عند حماس، ويتقاطع مقال إدغار كيرت مع المزاج العام في إسرائيل. حالة المظاهرات الشديدة التي وجدناها في الشارع الإسرائيلي أمام كل المؤسسات الإسرائيلية، أمام مؤسسة الكنيست ومؤسسة مجلس الوزراء وأمام بيت الرئيس الإسرائيلي، كلها ترفع لافتات عليها رقم 64، ويطالبون بأن تخطف المقاومة 64 عضو كنيست هم القاعدة الحزبية للائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو مقابل إعادة المختطفين. يعني الإسرائيليين في المظاهرات يطالبون بخطف نتنياهو ذاته وحكومته مقابل عودة ذويهم. الحقيقة أن الأسرى دائما يا أستاذ محمد هم نقطة الضعف الكبرى لدى المجتمع الإسرائيلي، لذلك في كل مرة تنجح المقاومة في فرض شروطها وإملاء شروطها من خلال ورقة الأسرى الرابحة، وبالتالي هذا نجح أيضا هذه المرة في إملاء شروط المقاومة وإقامة هدنة وإيقاف عجلة القتال وتسليم دفعات تكون مشروطة بالتزام إسرائيل بإخراج الأطفال الفلسطينيين والنساء الفلسطينيات من السجون الإسرائيلية، والتزامها بعدم إجراء عمليات عسكرية على الأرض ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. طب خلينا نتحول لجريدة معاريف، منشط تحت عنوان في انتظاركم في البيت، وده بيرصد رفض 3 وزراء صفقة تبادل الأسرى. يا ترى مش عارفة هل ده بيدل على وجود انقسام في إسرائيل حول إتمام الصفقة بحسب الجريدة؟ في الواقع احنا امام منشط تاني يؤكد على اهميه الاسرى بالنسبه للشارع الاسرائيلي، وزي ما حضرتك شايفه برضو بيستخدموا صور الاسرى على اغلفه الصحف والجرائد. ومن ناحيه سؤال سيادتك المهم حول فكره الانقسام، هو مش هنقدر نقول انقسام 50% و50%، لكن هناك اصوات معارضه للصفقه. نبدا بان هناك 3 اطراف اساسيه في الشارع السياسي في اسرائيل. اولا اهالي الاسرى، ويتعاطف معهم معظم الاسرائيليون ويطالبون باتمام الصفقه باي ثمن، باي ثمن حتى لو كان اخراج جميع الاسرى الفلسطينيين، المهم بالنسبه لهم ايقاف عجله القتال حتى لا تؤدي الى اهلاك الاسرائيليين تحت القصف في غزه واعاده ذويهم الى البيوت الاسرائيليه. هذا هو الطرف الأكثر تأثيرا، وهو الطرف الذي نجح في فرض كلمته على الحكومة الإسرائيلية لإتمام الصفقة. الطرف الثاني وزراء اليمين في الحكومة الإسرائيلية، وزراء اليمين الصهيوني، هؤلاء بقيادة سموتريتش وبن جفير رئيس حزب القوى اليهودية، كانوا يعارضون الصفقة ويطالبون بإعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لإيلام حركة المقاومة وإيلام الشعب الفلسطيني. وتم الهجوم عليهم بشدة في الإعلام وفي المظاهرات، وأثناء التصويت على إتمام الصفقة في مجلس الوزراء عارض 3 وزراء منهم الصفقة في الحكومة بشكل رسمي، وبعد ذلك تعرضوا لهجوم شديد جدا 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 من كافة وسائل الإعلام العبرية ومن المظاهرات في الشارع الإسرائيلي. الطرف الثالث والأخير الذي يعارض الصفقة هم أهالي الإسرائيليين الذين قضوا في عمليات مقاومة ومات لهم أبناء أو إخوة أو أقارب، وهؤلاء كان من حقهم وفقا للقانون الإسرائيلي أن يتقدموا بدعاوى قضائية لعدم إتمام الاتفاق. لكن برضو إسرائيل لا تدار بهذه المسائل الإجرائية. في النهاية المزاج العام والاتجاه العام والحكومة اضطرت للموافقة على هذه الصفقة. وأنا أقول يعني لو كان الأمر بيد بنيامين نتنياهو لما أراد لهذه الحرب أن تنتهي. في معريف أيضا دكتور عبود حوار مهم جدا مع رئيس الموساد السابق يوسي كوهين تحت عنوان سوف نمضي حتى النهاية، ويتناول قضية الأسرى وإمكانية القضاء نهائيا على حماس. السؤال هنا عن استطلاعات الرأي داخل إسرائيل، هل هناك تنبؤ ما بأن يخلف يوسي كوهين نتنياهو في رئاسة الوزراء بعد انتهاء هذه الحرب، ولا متوقع بعد انتهاء هذه الحرب سياسيا داخل أروقة السياسة في إسرائيل؟
سؤال مهم عن مستقبل إسرائيل الذي يرتسم أمام أعيننا الآن. في الواقع بنيامين نتنياهو يقضي أيامه الأخيرة كرئيس للوزراء، وكما قلت لحضرتك أن بنيامين نتنياهو لو كان بيده لما أراد أن تنتهي هذه الحرب الآن، لأن انتهاء الحرب بالنسبة لبنيامين نتنياهو يعني أولا اضطرار وتقديم استقالته والبدء في انتخابات مجلس وزراء مبكرة، ثانيا بمعناه تقديمه للمحاكمة بتهم الرشوة والفساد، ثالثا اضطراره للخضوع للجنة تحقيق مثل لجنة أجرانات التي حققت مع جولدا مئير ومشي ديان، وتحمله هكذا مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر. لذلك يأتي هذا الحوار الذي أشرت إليه مع يوسي كوهين. يوسي كوهين رئيس الموساد السابق لعب دورا مهما في مسألة الوساطة فيما يخص الأسرى، وتحرك في اتجاه عاصمة عربية لإتمام هذا الاتفاق، وتنافس على هذه المسألة لإدراك أن ورقة الأسرى ورقة مهمة جدا في الشارع الإسرائيلي، وأنه إن تمكن من تحقيق إنجاز في هذه المسألة فقد يصل إلى إنجاز انتخابي لم يحلم به. والآن كل الإسرائيليون مشغولين بمن هو خليفة بنيامين نتنياهو. يوسف كوهين الاستطلاعات تتنبأ له ب 17 مقعد في الكنيست وبفرصة كبيرة في خلافة بنيامين نتنياهو. كذلك بني جانتس زعيم حزب المعسكر للدولة تتنبأ له استطلاعات الرأي بالفرصة الأكبر والحظ الأوفر في تولي مجلس الوزراء بعد خروج بنيامين نتنياهو. جانتس زعيم حزب معسكر الدولة، قائد عسكري سابق، رئيس أركان سابق، وزير دفاع سابق، موجود في المجلس الوزاري المصغر، يبدو أداؤه أكثر حكمة من أداء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت. لذلك الإسرائيليون يعولون كثيرا على بيني جانس ربما أكثر من يوسي كوهين، لأن رئيس الموساد السابق له فضائح أخلاقية وقد خرج من منصبه بسبب وقوعه في فضيحة أخلاقية وعلاقة غير مشروعة مع سيدة إسرائيلية متزوجة. لذلك أعتقد أن هذه المنافسة رغم أن صحيفة معاريف تجري حوارا موسعا بهذا الشكل مع يوسي كوهين، لكن جانس وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق قد يكون له أفضلية في الانتخابات القادمة، ذلك وفقا لاستطلاعات الرأي الإسرائيلية وكذلك وفقا لآرائنا كمتابعين. طيب خلينا نروح لهآرتس اللي فيها مقال بعنوان بيلعبوا على عامل الوقت أو يلعبون على عامل الوقت. عامل الوقت في الحرب دي بيمثل إيه بالنسبة لإسرائيل من ناحية وبالنسبة للمقاومة الفلسطينية من ناحية تانية؟ في تعبير عبري بيقول هزمان أسيت شلو، أن الوقت يفعل أفعاله أو يقوم بهمته. الوقت هو كل شيء في هذه الحرب، ولذلك صحيفة أرس تقدم تحليلا مهما أن الوقت هو عنصر ضعف بالنسبة لإسرائيل وهو عنصر قوة بالنسبة للمقاومة الفلسطينية. كلما كسبت المقاومة الفلسطينية مزيدا من الوقت كلما ضعفت إسرائيل بسبب الانهيار الاقتصادي وبسبب ضعف كفاءة الجنود في الميدان مع تواصل مدة الحرب، وبسبب زيادة أعداد القتلى التي لا تستطيع الرقابة الإسرائيلية إخفائها طيلة الوقت، وبسبب زيادة أعداد الجرحى التي يراها الإسرائيليون في المستشفيات، وبالتالي إضعاف الجبهة الداخلية. كلما طالت مدة الحرب كلما اضطرت إسرائيل إلى محاولة لملمة هذه المسألة والعودة أدراجها إلى المناطق الإسرائيلية. لذلك مقال هآرتس يلعبون على الوقت يؤكد أن حركة حماس والمقاومة الفلسطينية تريد الاستزادة من الوقت وأن تحافظ على المعارك بهذا الشكل. هي معارك كما يقولون من النقطة صفر تتحرك فيها قوات من النخبة التابعة للمقاومة الفلسطينية تقوم بعمليات أشبه بحرب العصابات دون الدخول في مواجهات مباشرة مع قوات برية إسرائيلية نظامية. وبالتالي في مسألة حرب العصابات الخاسر دائما هو الجيش النظامي وهو هنا الجيش الإسرائيلي. أما من ناحية إسرائيل أيضا فعنصر الوقت خطير للغاية، لأن هذا المقال في صحيفة هآرتس يبين أن بنيامين نتنياهو
أعطى الجيش الإسرائيلي شيكا على بياض. صحيح. لكي يفعل ما يحلو له، لكن هذا الشيك بدون رصيد، بدون رصيد من ميزانية إسرائيلية تستطيع تغطية نفقات الحرب الطويلة، بدون رصيد من غطاء شعبي يرى أن هذه الحرب سوف تحقق بنك الأهداف الإسرائيلي، أولا كما يقولون القضاء على حركة حماس بالكلية، ثانيا إعادة المختطفين بالقوة العسكرية، ثالثا ترتيبات لليوم الثاني. ده كمان شفناه دكتور عبود زي ما حضرتك أشرت، يعني حتى الآن حالة من الإفلاس، الإفلاس السياسي إذا جاز لنا التعبير، أو الإفلاس العسكري من اليوم الأول للحرب حتى الآن. حابين نختم مع حضرتك هذه الجولة في عناوين ومنشطات الصحافة الإسرائيلية بكاريكاتير لإسرائيل هيوم، اللي بيسخر فيه من حل الدولتين، وكمان بيسخر فيه من شخص أمين عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. شفت إزاي هذا الكاريكاتير اللي احنا شايفينه دلوقتي على الهواء؟ في الواقع بالنسبة لكاريكاتير صحيفة إسرائيل هيوم، وهذه صحيفة يمينية نعتقد أنها موجهة وتعبر عن أفكار الليكود وبنيامين نتنياهو تحديدا، زي ما حضرتك شايف كده خريطة الأراضي الفلسطينية، بيقول ان هو يقسمها شقين، الشق الاول دوله اسرائيليه في شمال غزه بمعنى احتلال اسرائيلي واستيطان الى مناطق الشمال وسور عازل، وبعد كده دوله للفلسطينيين تكون مستسلمه ترفع الرايه البيضاء بلا اي قوه عسكريه في جنوب القطاع، يعني هو عايز يحشر 2.5 مليون مواطن القطاع يضيق بهم الى جنوب القطاع. طبعا واحدة من الأفكار اليمينية المتطرفة بشدة التي نقابلها في المجتمع الإسرائيلي وفي الإعلام الإسرائيلي، وتبين أن المزاج اليميني لدى قطاعات اليمين الاستيطاني وأحزاب اليمين المتطرف مزاج معادي للفلسطينيين، مزاج يميل إلى تنفيذ جرائم حرب فيها تهجير قسري وفيها احتلال الأراضي العربية، ولا يرتوي أبدا مهما احتل من أراضي عربية وفلسطينية. بنشكر حضرتك دكتور محمد عبود على هذه القراءة الوافية للصحافة الإسرائيلية. أستاذ دكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، صباح الخير على حضرتك.